السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وجمعتكم مباركة وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. تهديد أمريكي للحوثيين مع طرحها مبادرة جديدة في اليمن، وإلى التفاصيل. عرضت في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس تهديدها لحركة أنصار الله الحوثيين، يتزامن ذلك مع طرحها مبادرة سلام جديدة في اليمن. وهددت الخارجية الأمريكية بفرض مزيد من العقوبات ضد صنعاء ضمن ما وصفها بجملة خيارات للرد على استمرار الهجمات البحرية. وأشار متحدث الخارجية ماثيو ميلر وفق ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط السعودية عنه إلى أن إدارة بايدن لا تزال تراجع خياراتها تجاه من وصفهم بالحوثيين، مشيرا إلى أن بلاده تسعى لتحقيق سلام دائم في اليمن ومنع اتساع ما وصفه بالصراع في غزة، في إشارة إلى ربط بلاده السلام في اليمن بوقف العمليات اليمنية التضامنية مع غزة. وتأتي تصريحات الخارجية الأمريكية في وقت تحدثت فيه أنباء عن بدء أمريكا حراكا جديدا لتسويق مبادرة سلام جديدة في اليمن. أفادت مصادر دبلوماسية أمريكية بأن إدارة بايدن سلمت مبادرة جديدة للجانب السعودي لدراستها، وتتضمن المبادرة آلية لتنفيذ خارطة الطريق الأممية. ويأتي الحراك الأمريكي في وقت بدأت فيه روسيا حراكا في محاولة لدفع التسوية السياسية في اليمن، حيث التقى القائم بأعمال السفير الروسي في اليمن بنظيره الإماراتي ضمن حراك بدأ باتصال وزير الخارجية الروسي ونظيره السعودي، وجميعها كرست لمناقشة الدفع بالتسوية في اليمن وخفض التصعيد. كما تأتي في وقت تدفع فيه الأمم المتحدة عبر مبعوثها لاستئناف المفاوضات خصوصا ما يخص الأسرى. ولم تتضح بعد توافع الخطوة الأمريكية ومضمون مبادرتها، لكن توقيت طرحها يشير إلى مخاوف من نجاح خصوم أمريكا من اختراق الملف اليمني، لا سيما في ظل دائرة التصعيد بين القوات اليمنية والأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن. ومع أن إدارة بايدن سبق وأن أعلنت عقوبات عدة مرات، إلا أن التهديدات الأخيرة غير ذي جدوى، خصوصا في ظل انتقال التصعيد إلى مرحلة المواجهة عسكريا. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.